يقول الو الو الو، التليفون قطع بسرعه. بنقول لمدام منى انا عايزك بالمعنى البلدي تقلبي له كيانه. لو هو حاطط في باله ان مدام منى ديت اللي حاططها بحطت ايده في البيت، اللي بيرجع يلاقيها زي ما هي، اللي بيرجع يلاقيها قاعده مستنياه ومستنيه منه زي ما بيقولوا ايه البركه اللي هيرميها لها، انا عايزك تغيري المفهوم ده تماما. انا عايزك تخش، عايزه يخش يلاقيكي لابسه على سنجه 10 بس مش عايزاه، مش لابسه على سنجه 10 عشان عايزاه، لا، عايزك تبتدي تهتم بهواياتك، عايزك تبتدي تاخدي ابنك وبنتك دول في حضنك وتخرجوا مع بعض وتفسحوا مع بعض ويبقى لكم حكايات مع بعض. عايزه يخش يلاقي البيت ده مليان بهجه، هو متعود انه يخش يلاقي البيت ده نكد ويبوظ شبرين. ليه؟ عشان هو مش راضي عنك سي السيد. لازم تقلبي له هو كمان دماغه. هي دي السر، الوصفه اللي انا بديها لك. نمره 2، شوفي انت جوه نفسك ايه الحاجات اللي انت مش راضي عنها. لو وزنك زاد عشان الولاده وعشان عدم الاهتمام، ارجعي اعملي دايت، غيري من طريقه حجابك. لو مش محجبه، غيري من طريقه تسريح شعرك، غيري من طريقه لبسك. ابتدي تضيفي جديد لنفسك انت، بهجه ومتعه ليك انت. عشان لما يا جماعه لو بصيتوا في وش حد مبسوط بتقولوا الله وشك منور. لو واحد قاعد حزين كل الناس بتعرف انه متنكد عليه. عرفتوا بقى قد ايه ان احنا بننكشف؟ فهو لما بيخش من بره ويلاقيكي قاعده مستنيه. طيب انا هقول لكم على حاجه بسرعه كده كنت دايما بقولها. المراه بتعمل كل حاجه عشان تحصل على رجل. افتكروا الكلام ده كويس. المراه او البنت بتعمل كل حاجه عشان عايزه ايه؟ راجل، عايزه تتجوز. وبعد ان تحصل عليه شوفوا بقى اللي بيحصل. تطلب منه كل شيء. يعني هي عملت كل شيء عشان تاخد راجل. بعد ما خدت الراجل بتطلب منه كل حاجه. طيب هقول لكم مثال سريع برضو. يجي الراجل من دول بقى، انت عارفين الراجل الشرقي، بقول لك ايه مش عايز شغل، تقعد من الشغل، تقول له حاضر. صاحبتك دي مش عجباني، حاضر. اللبس دوت قصير، حاضر. تفضل تسيب 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 وتتنازل تتنازل تتنازل وتروح في الاخر ماسكه في زماره رقبته. مع كل الحاجات اللي كانت بتسعدها، خروجاتها وفسحها وشغلها، سابتها عشانه. مين اللي المفروض يشيل ويعوض؟ بسلامته، بس هو بيعملش كده، فتاخد اكبر مقلب في حياتها. تعال ناخد التليفون دوت نرجع نكمل كلامنا تاني نقول الو. الو، ايوه مساء النور. حضرتك اهلا بيكي، مين معايا؟ انا اسماء، كنت اتصلت من القطاع. اهلا يا اسماء، اتفضلي. انا عندي اليوم موضوع الحلقه بتاع حضرتك. اشكرك، اتفضلي. موضوع الخيانه ده، يعني اتعرضتي لحاجه معينه؟ ايه؟ اتعرضتي لحاجه معينه؟ اتعرضتي لموضوع خيانه في حياتك؟ مريتي بحد خانك او انت خنتي حد؟ هو مش خيانه بالظبط، انا كنت عايزه بس استفسر، هي خيانه ولا مش خيانه؟ يا حد معايا اتفضلي. انا كنت بحب واحد من فتره. وكنا بعض. بس المشكله مش حكايه انا سبت ليه وهو سابني. المشكله دلوقتي ان انا مش عارفه ازاي دخلت في اكتر من علاقه، بس وكان هو بالي. يعني انا مثلا دخلت في علاقه مع واحد من فتره كنت عايزه انساه وكده، بس انا ما قدرتش. واول ما كنت العلاقه بجد واللي انا معاه دوت دلوقتي حبني وكده، كنت بفركش العلاقه في اخر لحظه. احنا ما كانت بتقلب ان انا مثلا هو يجي يقدم لي او الحاجات تكون بجد او هو يكون حبني بجد، فانا مش عارفه. طب سؤال يا اسماء، سؤال ليكي. ايه؟ سؤال ليكي. السؤال ليه؟ لا انا بسالك انت، انا هسالك سؤال. انت لما بتيجي تسيبيه بيكون في دماغك ايه؟ انك لسه بتفكري في التاني ولا بتعملي مقارنه فما بتطلعش في مصلحه الشخص الجديد فبتقرري تفصلي او تنفصلي عنه؟ هما الاثنين. انا كنت بكلمه، انا اللي انا كنت بحبه في الاول دوت لما سبته وكلمت واحد غيره كانت بتبقى عشان ان انا عايزه انسى الاول دوت، وفي نفس الوقت بشوف هو في نفس المواصفات اللي انا كنت بحبها في الاولاني، بس ساعات ما بلاقيش المواصفات دي وبلاقي ان هو ممكن يكون احسن من الاول. يعني احسن من الاول في ان هو بيهتم بيا، بحس ان هو بيحبني بجد. بس المشكله فيا انا، حتى الاول دوت ما كنتش بيهتم بيا. انا كنت بحس منه ان هو كان بيا فتره كبيره جدا ما يسالش عني، كان يعني متجاهلني. طب اسماء، سؤال سريع جدا بس تجاوبي عليه بصراحه. انتوا علاقتكم مع بعض مع الشخص الاولاني ده كانت علاقة حب وفقط ولا كان في علاقة تانية أكثر عمقا من كده؟ لا كانت حب، يعني علاقة كلام في التليفون ومقابلات كان حب.
ما انا فاهم، بس ممكن يكون الحب ده خد مساحة، ايه؟ خد مساحة بينكم وبين بعض، بقى في توطيد اكتر للعلاقة بينكم وبين بعض، فحصلت بينكم اشياء عاطفية ورومانسية اكتر بكتير من الشخص الجديد، وبيبقى هو ده عادة اللي مأثر فينا واللي سايب جوانا بصمة. فعشان كده المقارنة ما بتبقاش في محلها. ليه؟ لان اللي خده الاولاني ما خدوش التاني، وبالتالي احنا بنقول ان الحب اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، اللي هو الشجرة اللي بنزرعها، قلنا ايه؟ قلنا عايزة اهتمام، مظبوط؟ الاهتمام دوت بيبقى عبارة عن عطاء منه وعطاء مني، هو بيديني حاجة اروح انا مديله حاجة، كتر العطاءات ما بين الاتنين هو اللي بيقوي العلاقة دي وبيخليها متينة قوي. ما تقارنيش بقى بين علاقة متينة وحصل فيها عطاءات مختلفة مع واحد لسه جاي بتعامليه بمنتهى الجفاء، وما فيش لسه فتح، مش فتح له الباب زي ما بيقولوا، ولا مواربة الشباك، وتيجي تقولي في الاخر انا هقارنه بالاولاني، يبقى علاقة هنا غير عادلة وفيها شوية ظلم. عشان كده بنقول لازم تيجي، ما كلهم بينطبق عليهم دوت يا اسماء، كلهم هينطبق عليهم الكلام اللي بقولك عليه. انت الحلك الوحيد انك انت تقولي ستوب، وانسى الاولاني الاول، انساه من دماغي تماما، اشوف ايه عيوبه وايه مميزاته، ايه اللي خلاني فعلا سبته، واقنع نفسي ان ده كان قراري انا واختياري انا، وان انا احتياجاتي في الراجل اللي عايز ارتبط بيه كذا وكذا وكذا، وساعتها اروح قافله بالقفل وابتدي انسى كل ده، ولما انسى ابتدي بقى افتح الباب لحد جديد. قبل كده ما اعملش اي حاجه خالص. احنا معانا تليفون تاني مش كده؟ ناخد تليفون ونقول الو. تليفون فصل. فاسماء الموضوع ليكي والكل اللي بيسمعنا، لازم نكون يا جماعه اجرأ من كده شويه. لازم، انا عايز بناتنا دول افتخر بيهم في كل حته في الدنيا. نفسي اشوف البنات المصريه اجمد واجدع بنات، ما بتخافش، عارفه عيوبها، لما تغلط تقول انا غلطت، لما تغلط تقول انا عايز اتعلم ازاي اصلح غلطي، المهم انها في الاخر ما تستمرش في خدعه ان انا لسه بحب واحد وعايز انساه. ده ضعف مني ان انا ابقى مش قادر انسى بني ادم. عارفين ليه؟ طب انا لو انا مش قادر انساه وبحبه قوي كده، طب سبتيه ليه؟ هتقولي كرامتي، هتقولي اصل مش عارف صعبان عليا، اصل عرفته من زمان. اعتقدش دي اسباب كافيه. خلينا ناخد تليفون اللي معانا ونرجع تاني نكمل كلامنا مع اسماء ونقول الو. الو الو. طيب يا ريت ترجع تكلمنا تاني. في اسماء الموضوع كده منتهي، ان انت لازم تجمدي شويه وخليكي عادلة. انا بقولك انا تخميني، انا من غير ما اسمع قصتك، ان كان هذا الشخص الاولاني كانت علاقتكم مميزة بشكل اكبر من كده. معانا تليفون تاني يقول الو. الو. اهلا وسهلا، مين معي؟ شريهان، معاك من اسكندرية. شريهان من اسكندرية، اهلا بيكي. اول مرة اتكلم معاك في البرنامج. انا يعني سعيد جدا بمشاركتك، ونتمنى انها ما تكونش اول مرة واخر مرة. لا مش آخر مرة إن شاء الله. أنا كنت بس عايزة أحكي حضرتك عليها. اتفضلي. حاجة خاصة بالخيانة؟ أيوه. حاجة خاصة بموضوع حلقتنا النهاردة؟ لا يعني هو أنا كنت بحب بني آدم. وكنت علاقتي أوي بالصورة جاية يعني مدري بقى عليا وكده. سيبنا بعض. إيه بس بقالنا سنة دلوقتي. هو كنتوا مخطوبين ولا كانت العلاقة لسه كاجوال يعني؟ لا كان شبه قرفة حياتي. شبه قرفة حياتي. وكان زميلي هو في الثانوية العامة. في الثانوية العامة؟ نعم. في الثانوية العامة. عندي كم سنة يا شريهان؟ أنا عندي 19. 19؟ وسيبنا بعد بقالنا سنة، بس هو لسه بيتكلم في الموضوع بتاعنا وكده. بس أنا مش عارفة كرامتي مش جايباني إن أنا أكلمه كده. طب سؤالك يا شريهان؟ عايزه سؤالك يقول ايه؟ يعني عايزه اعرف هو عيد ميلاده يوم 24. ابعت له هديه ولا اقول له كل سنه وانت طيب؟ لا امال كرامتك فين بقى اللي مش جايباك؟ خلاص هو الموضوع. كرامتك فين؟ طيب انت مش لسه بتقولي كرامتي مش جايباني؟ ايه؟ انت مش لسه بتقولي لي كرامتي مش جايباني؟ مش عارفه متردده، مش عارفه اسال ولا بعد كده ولا خلاص كده. شريهان الرسالة وصلت، اسمعيني حالا هجاوبك على سؤالك. طيب في معانا تليفون تاني. الو. الو. ايوه. ايوه. مين معايا؟ سمر. اهلا بيك يا سمر. مين معايا؟
لا حلوه دي يا سمر. معاكي معاكي الدكتور مدحت عبد الهادي. يا سمر دكتور مدحت؟ ايوه. انت متابعانا من اول البرنامج ولا مش متابعانا؟ ايوه. طيب ايه رايك في موضوع الحلقه؟ بس مش سامع الصوت في التلفزيون. يعني ليه مش سامع الصوت؟ ما انا فاتحه اوت. مش انا اللي بتكلم. مش انت اللي بتتكلمي؟ اه مش عارف دي ازاي. بس انت سامع صوتنا؟ احنا سامع الحلقه عندك يعني؟ اه. طب احنا سامعينك وانت سامعانا يبقى اكيد في حاجه غلط. عموما اسمعينا من التليفون والتلفزيون هيبقى سامع في التلفزيون. حد تاني بيتكلم ايه؟ لا هو بس في حاجه اسمها ديلي كده، في حاجه اسمها تاخير سنه ما بين ده وما بين ده، فعشان كده مش عايزك خالص تسمعي من التلفزيون وتسمعي من التليفون. طيب ووعدك ان انا ممكن اسجل لك الفقره دي وابعتها لك لو عايز تسمعي صوتك. لا قولي يا سمر بقى. انا بس عايزه اقول ان انا متزوجه وعرفت بالصدفه ان زوجي بيخوني مع مرات اخوكي. مرات اخوكي؟ ايوه. اه صدقني سامعك يا سمر. بس مش عارفه ان ايه، هم كلهم بيحبوه وعارفين ان هو انسان كويس، وانا خايفه اطلع وحشه. عندك اولاد؟ ايه؟ عندك اولاد؟ ايوه. قد ايه؟ عندك اولاد قد ايه؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت. الخيانه اللي انت بتقولي عليها ديت، احنا صنفنا في اول البرنامج قلنا ان الخيانه ثلاث انواع. في ممكن تبقى خلوه، مجرد خلوه، وممكن تصل لدرجه الزنا. انا اللي متخيل ان حصل حاجه. ايه حصل؟ ايه حصل؟ لقاء جنسي كامل بينهم؟ خيانه زوجيه كامله يعني؟ مش فهمتها كامله يعني. لا امال حصل بينهم حاجه زي ايه تقصدي؟ يعني فهمت كده ان احتكاكات او حاجه زي كده. انت قريتي هي رساله واحده ولا عدت رسايل ولا شفت بعينك ولا سمعتي من حد؟ شفت بعيني. انا عرفت من الرسايل بالصبح وانا ببعت له، بضحك معاه وبتهزر معاه كده. هي بتبعت له وبتضحك معاه وبتهزر معاه؟ طيب انا طبعا يا سمر هرد عليكي حالا دلوقتي، بس هو موضوعك موضوع شائك شويه ومحتاج تفاصيل كتيره جدا، فانا هستسمحك تتصل تاني وتاخدي الرقم بتاع الخط الساخن وترجعي تكلميني تاني. لان يا جماعه موضوع سمر ده زي ما قلنا احنا الموضوع الخيانه ده عم حتى الدين اتكلم عليه، قال لك لازم يكون في شاهدي عدل، شاهدي كمان موجودين، شاهدين بيشهدوا. ازاي هعمل اجيب ده منين؟ حتى القانون عشان تبتدي اطبق عليك حكم الزاني لازم يكون في عندك شهاده اتنين ذوا عدل، يعني اتنين رجاله او راجل وستتين. الموضوع مش سهل خالص، بتهزله عرش السماوات والارض، وخصوصا لما بيكون من متزوج ومتزوجه. طيب تعالوا بقى النهارده نشوف سمر بتقول موضوع في منتهى الخطوره، لانه دخل نوع من انواع اللي احنا بنسميه زنا المحارم، ان انا اخد مرات اخويا تخوني مع جوزي، او انا اخون مع مش عارف جوز اختي. الكلام ده بسمعه مؤخرا كتير جدا. لازم يا جماعه نبتدي نشوف ليه ده بيحصل، وده الحاجات اللي بتخلينا نضرب جرس وننور نور احمر شديد جدا، ان احنا بقى عندنا حاجات مغلوطه كتير في المجتمع بتاعنا. احنا معانا تليفون هناخده ونرجع نكمل كلامنا مع سمر ومع مدام منى اللي احنا مش ناسيينهم. نقول الو. 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 ايوه. السلام عليكم. مين معايا؟ انا اسماء. هاي اسماء، خطا اللي كنت بتكلمينا من شويه. نعم. اللي كنت بتكلمينا من شويه؟ لا غيرها. غيرها. اهلا بيك يا اسماء، اتفضل. انا سامعك. انا عندي مشكله بسيطه. بسيطة أو كبيسة بقى، تعالي نحكم مع بعض أنا وأنت والمشاهدين ونشوفها إذا كانت بسيطة فعلا ولا كبيسة. نعم. اتفضلي يا أسماء سامعينك. ماشي. أنا كنت مخطوبة لواحد كنت بحبه. بس في حصل مشاكل في العيلة. العيلتين قصدك ولا عيلتك أنت؟ لا العيلتين. وكان الإنفصال. مشاكل أكتر من عيلته هو. يعني هم اللي رافضين يعني. لا هم مسيطرين عليه ان هو يسيبني عشان ياخد بنت عمته. وهو وافق؟ وافق. بس انا يعني زعلانه انه وضعني بنت، ولما انا كنت بحب جدا كان بيحبني جدا يعني. بس فخطبت لواحد تاني، بس انا بفكر في الاولاني. تمام. فاتت قد ايه مده؟ المده قد ايه بين الخطوبه دي والخطوبه دي؟
مش بابا بحب الاولاني قد اللي كنت بحب الثاني قصدي اكتر من الاولاني. يا اسماء بقولك الفرق بين الخطوبه دي والخطوبه دي.